الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا رياض بإذن الله تعالى ما أنتم حكال دولا تدوصر أو كجر تقفك أخرية سورة البقرة أما تدب كنزي أما تدب الشيء وأوين كهلا يقفك سورة البقرة أخرية ومنو كهلا يوان تدب هذا الشيء أيو كهلا يوان تدب هذا الشيء هداد أو قاتد سورة البقرة أخرية إذا منجو جنس تقولي قال بإذن الله تعالى كو كان كوان بحاوية بركة أيو كهلا يوان إلهي سبحانه وتعالى رحك بركينا يوان إلهي سبحانه وتعالى قولي سيو بركينا يا إلهي سبحانه وتعالى أولادي سو بركينا يا إلهي سبحانه وتعالى إهلكي سو بركينا يا وقتي سو بركينا يا أسنان بركة سي خير بضل هلايا سورة البقرة هدا دغرسي مريم عن كورة قبنا تلك قار بركة ما هلايا لعكت بركة ما لهن بركة هدا دونسي إلهي روحكو بركة دونسي إبرواقع دونسي سورة البقرة آخر هدا الآخر سورة البقرة بإذن الله تعالى بركة أيها الهلسة بإذن الله تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم حلايا اقرأوا سورة البقرة فإن أقلها بركة قف في سورة البقرة قاتل بركة أيو قابلها وتركوا حسرة قف في سورة البقرة كتبوا شرائع أيو هلايا مركو حالي ربا إن سورة البقرة قابلوا أنقري لكو أخرينو قف في سورة البقرة قولي سو أخرين معو هلايا بركو أخرايا أداد بركة دولزين قولي قالوا بإذن الله تعالى سورة البقرة كو أخرين لو فإذا الله لك هلايا قف في سورة البقرة محاوري الحسد والسحر قف في سورة البقرة أخرينو يكبد بالا حسدك يكبد بالا السحر يكبد بالا بإذن الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحديث كان محورا اقرأوا سورة البقرة فإن أقبها بركة وتركها حسنة ولا تستطيعها البطلة ما هو ذلك بطلة وحريقة لا قوة سحره قوة حاسده قف في سورة البقرة أخرية حسد نوحبك نواية سحر نوحبك نواية بريان مع كبر قبنا حسدك يا أبتي سحرك يا أبتي قف في دوني نكبت بادو حسدك يا سعيد كبت بادو دون أيو قولي قال سورة البقرة أخرية بإذن الله تعالى ونكبت باليسا بإذن الله تعالى سدح الحياة الصعيدة قف في سورة البقرة قولي سوى أخرية نور في عمو هلايا قولي بسوحونا قرية قولي عمرنا أيونا قرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حديث حقنايا لا تجعلوا بيوتكم مقابر حقنايا حكاً لقينا قولي قينا حكاً لقينا قبورة حكاً لقينا سورة البقرة قولي قال لو أخرين واصل القبورة أما قولي لك قولي على عارك بيحدو وقولي النظام لهين يقولي نور في عنان لهين قولي قاسا أيونا قرية قولي بسورة البقرة الواقع آخرنا محاولايا نرى في عام يقول عمرنا أيونا قرية بإذن الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله الشيخي أفر فإذا لا يرى سورة البقرة قف آخر وحاكمنا تطرد الشيطان شيطان كأيا قولي قال إله سبحانه وتعالى كبرنا قولي سورة البقرة الواقع شيطان كأيا كأرضايا شيطان مجوغايا مرأيت إله سبحانه وتعالى يا إيمان يسو شيطان كانوا كأرضايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حديث حقنايا فإن الشيطان تفر فإن الشيطان حقور ديا قولي سورة البقرة الواقرة شيطان كمجوغا وكعر يا مجوغي كرو وكتغا يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حديث قال حقنايا لا يدخل الشيطان قولي شيطان مصو قرايا قولي سورة البقرة الواقرة مصو قرايا سدح بني كذب أدا سورة البقرة قولي يا كوخر سيد شيطان قولي يا مصو قرايا يا كوان أفسد إن قولي يا بركة وكوهلو إن قولي يا وحاوش حسد وكتغو إنه قولي قاي نرفع عنه هلا إنه قولي قاي إلهي سبحانه وتعالى وشيطان كبريو مركا مركا عن رأي كنزي عن رأيو أما تدفع إلى عن رأيو يا كفع إن قولي قاي شيطان كالغبري يا كفع عن سورة البقرة أغري إلهي سبحانه وتعالى حسدك كائلة لنا يا شيطانك كائلة لنا يا سحرك إلهي سبحانه وتعالى كائلة لنا يا شن مالنت قيامه قف في سورة البقرة أخرية قولي يسكو أخرية أما سورة البقرة لازم أخرية ما ننتقي أما سورة البقرة يقوش في عيسى وحيد عيسى إلهي ربي رحمن ويأخرين جلي ما ننتقي أما جمال إلهي سبحانه وتعالى يقوش في عيسى محاك في عن
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حديث عقرايا اقرأوا الزهرويني ليوحوده أخري لمن الزهروين أخري ولايا زهروين حلال جيدا سورة البقرة والنساء قفك سورة البقرة أخريو سورة النساء أخريو تشفعان للعبد يوم القيامة ما لنت قيامة كوشفاعيان وحيمانيان كأنهما غمامتان غايتان وحيمانيان أيضا سيد الضرور وأوين أي إيمانيان أدوانك يا أخرين جلي أي ما لنت قيامة كوشفاعيان عيان. يا كفي عن إن سورة البقرة ما ننقيم كوش فيعه أنت هذا أنسوي شيء إن جريجا يكبر يصبر كي يقير وكوه يأهش سحر حسد يكافو جاي شيء ده كان لقابر يا كفي عن واحد وحنا وحلاق لا يا سورة البقرة لكن شيء ده كم الدولة يو إن سورة البقرة جريجا يكو آخر يوم الدولة يا بركة سورة البقرة حنو لح تلحان وحاوي أعظم آية في القرآن سورة البقرة وحكجرت آية قوة القرآن كإلهي سبحانه وتعالى وقفت لبقى القرآن كحكجرت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حدايا قف كأخريو آية وحاوي آية الكرسي نبينا حدايا قف كأخريو دبر كل صلاة صلاة كسكدب آية الكرسي قف كأخريو جنة وحكرة وما إنه انتماهنة مركة سورة البقرة فلق ذو حاكم آية عظيم كالدنيا محمد صلى الله عليه وسلم روشة يا كجرته حتى نقرره أجرك آية نبي الله تعالى وخيرنا تضوء سورة البقرة قف كأخريو لبنا يقدم بيس أخريو آمن الرسول إلا يكلف الله رواسا يا أخريو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حدايا همك يولولك يولبهارك أي إلهي سبحانه وتعالى وكحب دنايا قفكي هبينك الساخريو أما صوحك الساخريو وكب الدالايا ولولك تتكهايو يمرو تايسو كب الدالايا مرق سورة البقرة كميس بضن أيا كنجرتو أجر وين أيا لاداي قفك أخريو انت هدى آن شيئنا إنك بضن أيا مرق بين الله تعالى بلنتين وحاواي إنا سورة البقرة أخرينو تتقال سؤالي وكيدين وحيكون هذا سورة البقرة أخرين كرين أنا أخرين كرين قولي هم كشري كرا هاوي في عندي هذا أنا أخرين كرين قولي كشري لكن هذا أودي كتاب كسوغا له عجل كرشيد أما مبال كده يسو لا هذا أودي لا هذا أخرين كرين شد هذا شيدان كي أجل هذا الشيء إني وهلسا شيدان كي إلهي سبحانه وتعالى وكبد دلنا سورة البقرة أجل هذا الشيء إني بدر يا هند ودابين الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى قل يا شيدان كي يكبرنا يا سحر بلا يحن بين الله تعالى مالك دوت بين الله تعالى سورة البقرة نحنه شيدان كي يكودين أجل هذا الشيء جاي قف كي أركب سورة البقرة مدينك وانت الواي ما يا شيدان كي نسون دين بين الله تعالى سورة البقرة آخرنا أم قرينا قشدنا بإن الله تعالى إلهي ربي رحمانه شدانا كان من قلنا إبقوا حدا كان من قلنا إبقوا صحيح إلهي سبحانه وتعالى كان من قلنا إلهي ربي رحمانه سورة البقرة آخرنا أربان مساعي إلهي وقيرك وفجي إلهي وقراك رجعنيسي اللهم يا الله احفظنا في سورة البقرة واجعلنا من حفاظ سورة البقرة وارزقنا يا الله بركة سورة البقرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.